بسم الله. نبدأ دلوقتي بقى شرح الهيستولوجي. ونبدأ أول حاجة بيقول الديفيجن اوف ساينس، يعني تقسيمة العلوم. هو عايز يعرف دلوقتي ايه تقسيمة العلوم. تقسيمة العلوم هي دي حاجات، يعني احنا ممكن نعدي عليها قراءة عابرة كده بس. يعني تقسيمة العلوم بيقولك ان في العلوم الرئيسية اللي هي الماثماتكس اللي هي الرياضة، والفيزيكس الفيزياء والكيمستري. دي التلاتة دول العلوم الأساسية. وبعد كده بيجي البيولوجي. البيولوجي ده بينقسم للزولوجي اللي هو علم الحيوان اللي احنا بندرسه دلوقتي، والانتومولوجي اللي هو علم الحشرات، والبيوتكنولوجي، والبوتاني اللي هو علم النبات، والميكروبيولوجي اللي هو علم الكائنات الدقيقة زي الفيروسات والحاجات دي كلها، والبكتيريا والكلام ده. تمام. بعد كده بيقول لك بيجي ان الجيولوجي والكمبيوتر والاستاتستكس اللي هو الجيولوجيا والكمبيوتر والاحصاء. تمام. دي ممكن نعدي عليها قراءة عابرة كده عادي، يعني مش موضع يتحط في امتحان يعني. طب كلمة بيولوجي دي اصلا بتنقسم ليه؟ كلمة بيولوجي دي عبارة عن بايو يعني ليفينج يعني حياة، لكن لوجي لوجي اللي هي علم، معناها دي كلمة باللاتيني معناها علم اللي هو ساينس. تمام. بيقول لي وات از زولوجي، ايه هو الزولوجي ده بقى؟ بيقول ايه، it is a science that dealing with the study of structure and function of animal as well as the relation of animal with surrounding environment. يعني بيقولك هو العلم اللي بيهتم ان هو يدرس ال structure وال functional، يعني الشكل والوظيفة بتاع الحيوانات. يعني العلم اللي بيدرس الشكل بتاع الحيوان ده شكله ايه تحت الميكروسكوب او شكل خارجي، ووظيفته وظيفة الحاجات دي الحاجات الوظيفة العضو ده في ايه، والعضو ده بيعمل فيه ايه، والعضو والنسيج ده والنسيج الكلام ده كله، يبقى ده اسمه الزولوجي. تمام. as well as يعني يضاف لده ان في بيدرس العلاقة بين الحيوان و surrounding environment يعني الحيوان وتأثيره في البيئة اللي حواليه، والتأثير البيئة كمان فيه. تمام. ودي بيقول لنا مين ديفيجن اوف زولوجي، يعني بعض التقسيمات للزولوجي. بيقول الزولوجي في سيتولوجي هيستولوجي امبريولوجي اللي هو علم الخلايا، الانسجه، الاجنه، الاناتومي اللي هو علم التشريح، السيستماتيك زولوجي التصنيف، فيسيولوجي الامنولوجي، الامنولوجي اللي هو علم المناعه، انفرتبريتس الفقريات، كوريديت الهيستوكيمستري اللي هي كيمياء الأنسجة، الميكروبيولوجي، المولكيولار بيولوجي، والجيناتيك اللي هو علم الجينات، فيش بيولوجي، مارين بيولوجي، الإيكولوجي اللي هو علم البيئة، الأنيمال بيهيفور اللي هو سلوك الإنسان، والبلانتولوجي أند أذر. دي كلها ممكن، يعني دي مش موضوع امتحان ان هي تتحط الحاجات اللي زي دي، بس دي يعني قراءة عابرة برضه عشان نبقى عارفينها. المهم دي بقى شوية أسئلة يعني محتاجين نجاوب عليها. بيقولك ايه هو ال what is the histology، ايه هو بقى علم الهيستولوجي ده؟ احنا دلوقتي أول حاجة دي اسمها مادة حيوان، هندرس فيها ايه؟ بندرس فيها بعض الحاجات زي ما احنا قلنا اهو. في بعض الحاجات الرئيسية في يعني بعض التقسيمات للزولوجي اللي هو الحيوان. طب التقسيمات دي بندرس منها علوم. التقسيمات دي هندرس، يعني التقسيمات دي عبارة عن كذا تقسيمة وتقسيمة وتقسيمة، هناخد هندرس منها. يعني مثلا دلوقتي احنا في الفيديوهات اللي فاتت درسنا السيتولوجي، هندرس دلوقتي الهيستولوجي، وبعد كده في فيديوهين تلاتة كده ولا حاجة بعد كده، بعدين ان شاء الله قريب هنزلهم هندرس فيهم الامبريولوجي. الترم التاني هندرس اناتومي وسيستماتيك زولوجي غالبا، متهيألي يعني مش عارف في حاجة تالتة ندرسها ولا لأ. المهم فاحنا دلوقتي هندرس هيستولوجي. ايه هو بقى علم الهيستولوجي ده؟ الهيستولوجي ده هو العلم اللي بيدرس شكل وتركيب وظيفة التيشو ده اللي هو النسيج. تيشو يعني نسيج. ده العلم اللي بيدرس الشكل
والشكل النسيج تشوفه تحت الميكروسكوب تشوف شكله ايه وكده ووظيفته ايه في الكائن ده. تمام. طب تقدر تقولها بالانجليزي زي نقول the science which study of structure and function of tissue of living organisms. تمام تمام بيقول لك define the cell. ايه هي السيل؟ يعني ايه السيل؟ السيل دي هي الوحدة الوظيفية والتركيبية للكائن بتاعك الليفينج اورجانيزم بتاعك اصلا. the structure and functional unit of living organisms. تمام تمام بيقول لك ذا سيل ثيوري، نظرية الخلية، بيقول لك ان ذا تيشو ذا اورجان ذا سيستم. تمام دي اللي هي ان بيقول لك ان ما احنا اصلا انت عندك في جسمك مجموعة من الخلايا مع بعض تكون لك تيشو، مجموعة من التيشو تكون لك اورجان، مجموعة من الاورجان تكون لك السيستم بتاعك اللي هو مثلا الجهاز، مثلا الجهاز الهضمي ده يعتبر سيستم، الجهاز البولي ده يعتبر سيستم، كل جهاز ده كده يعتبر سيستم. فمجموعة من الأجهزة مع بعض تكون لك سيستم، ومجموعة من السيستم تكون لك بادي اللي هو الجسم بتاعك. تمام. وبيقول لك البرايمري جيرمس لاير، يعني الطبقات الأساسية اللي هي البرايمري اللي انت هي اتكونت بعد ما حصل اغصاب بالحيوان البري والبويضة، بيبدأ بعد كده بعد عملية الاخصاب وتكون بويضة مخصبة، بعد كده بيبدأ يحصل تطور في البويضة المخصبة تكون مرحلة اسمها بلاستيولا. بلاستيولا بعد كده بتبدأ تكون الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم، التلات طبقات دول. دي هناخدها بشكل تفصيلي اكتر في الامبريولوجي، لسه في كام فيديو كده بتاع بيتحضروا ان شاء الله قريب هينزلوا على القناة. تمام. ده بالنسبه للبرايمري جيرم لير، في ثلاث طبقات هما اللي بيكونوا الانسجه بتاعتي كلهم، الثلاث طبقات دول هما اللي بيكونوا الانسجه. يتكونوا ازاي الثلاث طبقات دول؟ هناخدها بالتفصيل في الامبريولوجي. ايه هما الثلاث طبقات؟ اكتوديرم ميزوديرم واندوديرم. تمام. بيقول لي تايبس اوف تيشو، ايه هي بقى انواع التيشو بتاعي؟ في اربع انواع. تمام. وعشان برضو في الحته دي في حته بتحصل فيها لخبطه، انا نفسي لخبطتني في الاول، فلازم نوضحها ان الكونكتيف تيشو بينقسم لكذا حاجه، بينقسم لكذا تيشو. لما نيجي ناخد الكونكتيف تيشو في الفيديو اللي بعد الجاي او اللي جاي على حسب يعني، هنوضحها، لانه الكونكتيف تيشو بينقسم لكذا حاجه اللي هو سكيليتال كونكتيف تيشو وفاسكولار كونكتيف تيشو واسمه ده وبروبر كونكتيف تيشو. تمام. فبينقسم للثلاثه دول علشان وبينقسم ازاي على حسب الماتريكس، شكل الماتريكس ايه. الحاجات دي انا هدرسها دلوقتي يعني. ايه بقى هم ايه الاربع انواع الرئيسيه اللي بتاع الانسجه؟ ابيثيليال تيشو ده النسيج الطائي اللي بيبقى من بره غالبا، دايما بيبقى في الاغشيه الخارجيه، بيبقى نسبة غالبا يعني في الأغشية الخارجية مثلا العضو على الجلد بتاعك من بره، طبقة الإكتوديرم اللي بره كده. الكونكتيف تيشو ده النسيج الضام، نسيج ضام ده اللي بيبقى وظيفته سبورتنج، بيبقى داعم للعضو بتاعك. والماسكولار تيشو اللي هو النسيج العضلي، والنيرفس تيشو اللي هو النسيج العصبي. ندرس بقى النهارده ان شاء الله، النهارده نحاول نخلص الابيثيريال تيشو كله. بيقول it's align the internal cavity and or cover the external surface of the body organs. يعني بيقول لي ايه؟ بيقول ان النسيج ده بيغطي التجويف الداخلي، the internal cavity يعني التجويف الداخلي، or and نقول and cover the external surface و السطح الخارجي للعضو بتاعي. يعني هو التجويف الداخلي بتاعي، يعني مثلا ده مثلا عضو بتاعي، مثلا التجويف الداخلي اللي هنا دي، نعمل بلون تاني احسن. التجويف الداخلي اللي هنا دي كده الحتة دي بس، يعني كده
تجويف ده كده اللي هنا دي وحوالينا بقى كده، ولا ده كده اللي بالاحمر ده التجويف الداخلي مثلا، ده بيتكون من ابيسيليال تيشو، غير يعني في مش في بقى اكيد مش في كل الاعضاء بس في بعض الاعضاء. والغلاف الخارجي او المنطقه الخارجيه دي كده برضو ابيسيليال تيشو، تمام. فدي معناه يعني التجويف الداخلي الحته اللي جوه اللي بتبطن من جوه العضو واللي من بره. جينرال كاركترز، ايه دي الصفات الرئيسيه، الخصائص الرئيسيه ليه للابيسيليال، ايه هي بقى؟ بيقول ارجونيت فروم اني وان اوف 3 جيرمس لاير، الايكتو ده بيتكون من اي حاجه من الثلاثه، يا اما بيتكون من يعني الايكتو الميزو الاندو، التلاتة بيتكون منهم عادي ما عندوش اي مشكلة، اللي هما بيتكونوا بعد في اثناء تكون المرحلة الجنينية، لان التلات جيرمز دول هما اللي بيكونوا الانسجة بتاعتها كلها. بس في بقى اللي بيختلف، يعني مثلا يكون نكتب بعد كده ندرسه هتلاقي ان الميزوديرم هو اللي بيكونه بس، يعني الاندوديرم والاكتوديرم ملهمش دعوة بيه، تمام. وملحوظة برضو هي الاكتوديرم دي جاية من ايه، الاكتوديرم والاندو والاكتو والميزو والاندو. الاندو دي يعني لو حاجة دي خارجية، الحاجة الخارجية تبقى يعني اندو يعني خارجي، اكتو يعني داخلي، طب وميزو يعني غشائي. يعني غالبا لو حاجة مثلا الميزو ديرم يعني مثلا لو حاجة غشائية مثلا عضو الغشاء بتاعه مكون من ابيسيليال تيشو، تمام. فساعتها الغشاء ده هيكون متكون اصلا من طبقه ايه، الميزوديرم غالبا، يعني مثلا البريكارديوم. البريكارديوم ده الغلاف او الغشاء اللي بيغطي القلب، تمام. البريكارديوم ده بيتكون من ابيسيليال تيشو، والابيسيليال تيشو ده بيتكون من طبقه الميزوديرم، تمام. طب الاكتوديرم ده الداخلي، ده اللي ابيسيليال جوه العضو بتاعي او جوه الاورجان بتاعي. طب الابيسيليال تيشو ده بتكون متكون من طبقه ايه، طالما داخلي يبقى تكون من طبقه الاكتوديرم، تمام. طب مثلا زي ايه، اللهم صل على النبي، مثلا زي الـ الجهاز الهضمي الديجستيف، في الاعضاء بتاعه الجهاز الهضمي في ابيسيليال تيشو. في الابيسيليال تيشو دي منها اللي هي مكونه من الاكتوديرم. طب ما الاندوديرم دي بقى ايه، الخارجي اللي هو بتاع جسمك كله، مثلا طبقه الابيديرمس بتاعه جسمك بتاعه الجلد السكن دي مكونه من الاندوديرم، هي عباره عن ابيسيليال تيشو، والابيسيليال تيشو ده متكون من الاندوديرم، تمام. بعد كده تاني حاجة السكانتي ماتريكس، بيقول لي السكانتي ماتريكس يعني سكانتي يعني ليتل يعني قليل، يعني ده في ماتريكس قليل. الماتريكس دي برضو ممكن نقول عليها انتر سيلولار سبستانس، هي المادة بين الخلوية اللي بتبقى بين الخلايا اللي عشان السيتوبلازم حاجة كده مش شبه، بس هي بتختلف عن السيتوبلازم، هي ممكن تختلف شكلها لان ممكن تكون سوليد، ممكن تكون فلويد، ممكن تكون ليكويد، ممكن تكون جيلاتينيس كده يعني. بس هي وظيفة الماتريكس دي أصلا ايه، هي بتربط الخلايا ببعض، تربط الخلايا ببعض وبتدعمه وبتدي الشكل للتيشو بتاعي، بتدي شكل للتيشو بتاعي، تمام. شبه السيتوبلازم في الخلايا برضو، لأن السيتوبلازم كان ليه بعض برضو الوظائف دي. يبقى دي هي وظيفته، ان هو بيربط الخلايا ببعض الماتريكس وبيدعم النسيج ويديله شكله بتاعه، طيب ماشي. بيقول لي تالت حاجة، بس خد بالك ان هو في الابيسيليال قليل، في الابيسيليال تيشو السكانتي ماتريكس قليل. طيب ماشي، تالت صفة بيقول لي ان ريست اون بيزمنت ميمبرين، يعني في غشاء في بيرتكز على غشاء قاعدي. زي ايه؟ هنشوفه دلوقتي اوريك. بص، هو انت الخلايا عندك لما كانت بتتكون بتتجمع عشان تكون اللهم صل على النبي اللي هو التيشو، كان في بتبقى ليها حاجة اسمها بولاريزيشن قطبية، تمام. يعني مثلا كده
مثلا الخلايا، مثلا الخلايا مش التيشو، الخلايا اللي بتكون ليها حاجة اسمها قطبية، يعني الحتة اللي فوق دي اسمها أبيكال. أبيكال ريجون أو أبيكال بول، يعني القطب ال القطب الجزء القطبي اللي فوق، و اللي تحت اسمها بيزمنت ريجون او بول، تمام؟ يعني الحتة دي اسمها بيزمنت ريجون، واللي فوق اسمها ابيكال ريجون. طب اللي هنا دي اسمها ابيكال ريجون، ودي اسمها بيزمنت ريجون. انت بقى لما بيجي تكون التيشو بتاعك، ده كله بيمسح، انت لما يجي تكون التيشو بتاعك بيبقى البيزمنت ريجون اللي احنا شفناها تحت دي كده، هنا اهي التيشو مثلا بتاعك بيرتكز عليها. وليكن التيشو ده مثلا هيكون من نوع ايه؟ مثلا ال نقول اي تيشو مثلا زي ده اهو، ده اللي هو ايه، ده النوع ده اللي هو الكولامينر مثلا. ده الكولامينر لسه هناخده دلوقتي يعني اوضحه. مثلا اهو بيرتكز، ده البيزمنت اللي هو بالاحمر التقيل ده، ده البيزمنت ممبرين. الخلايا الكولامينر بترتكز عليه. حتى انت طلعت، انت لو كنت بترسم في العملي هتلاقي ان انت كنت بترسم كده، تعمل كده الخط الاول وبعد كده تعمل كده، تقعد ترسم عليه. او اذا كان بقى، اذا كان كيوبي ده اللي بتعمل كده، يعني اي حاجه يعني. المهم ان انت بترسم، بترسم تعمل الخط الاول وبعد كده بتقعد ترسم عليه الخلايا بتاعتك. الخط ده اسمه البيزمنت ممبرين، تمام؟ لان الخلايا اللي اسمه ده اللي هو الابيثيليال ليها حاجه اسمها بولاريزيشن اللي هي قطبيه، وهي موجوده برضو في الصفه رقم 5 من اللي هي من ضمن صفاتها، من ضمن الخصائص بتاعتها، تمام؟ رقم 4 اللي هو يقول لك ريجينيريشن، بيقول لك ان الابيثيليال تيشو ليها حاجه اسمها ريجينيريشن، يعني تقدر تتضاعف. هي في الخلايا اصلا، هي في الخلايا وهي بتتكون تحصل لها عملية تضاعف، حاجة كده اقول لك زي ايه بالظبط، ميتيوريشن برضو اسمها ريجينيريشن او ميتيوريشن، تحصل لها عملية تضاعف، ان هي لو حصل فيها اي نقص بتعرف تتضاعف وتكمل. دي اللي هي الريجينيريشن. دي مش موجودة برضو في كونكتيف تيشو، يعني دي مش موجودة في تضاعف. موجودة في كونكتيف تيشو في حالة الحاجة، لو مثلا في مثلا في العظم، لو العظم مثلا حصل في كسر، ده ساعتها يبقى ممكن يحصل فيه تضاعف و regeneration ويتكون، يعني يتصلح. لكن في الطبيعي لا، مفيش regeneration في ال connective tissue، لكن في الابيثيليال في regeneration عادي. دي بتحصل لحد ان انت قبل انت مثلا 18 سنة مثلا او 19 سنة عندك بيبقى في ريجينريشن عندك عادي، وبعدها بس في الكونكتيف تيشو لا. وهناخدها بخصائص الكونكتيف تيشو. طب ماشي، في البلود فيزل اند نيرف فايبرز از ار ابسنت، او ممكن تضيف عليها اور بور، يعني غايبة او قليلة. لان انت تشوف كده هنا تلاقي اللي هي البلود فيزل او نيرف فايبر اللي هي خلايا الدم، اللي هي الارياف العصبية، الاتنين دول في الابيثيليال تيشو بتلاقيهم قليلين او غايبين، يعني بور او ابسنت، تمام؟ الكلاسيفيكشن ابيثيليا، الكلاسيفيكشن ابيثيليا يعني بيقول لك تصنيف الابيثيليا بتاعها، الابيثيليا بتاعتك ايه هي. في سيمبل ابيثيليا اللي هي هم مصنفين كذا اربع حاجات، كام اربعة، وكل وفي اتنين منهم يعني ليهم نوع سلايتد بتاعهم، يعني تقدر تقول هم ستة. ايه هما بقى الاربعة؟ سكواموس، كيوبيدال، كولامينر، وبيسيد ستراتيفويد، تمام؟ والكولامينر والبيسيد ستراتيفويد ليهم نوعين تاني سلايتد،
هو بس بيبقى عليه شوية سلاي سلاي سيل سيليا فوق على السطح، سيرفيس اوتر، الاوتر سيرفيس قصدي. ماشي، ناخد اول نوع اللي هو السكواموس. السكواموس ده اللي هو فوق ده، اللي هو اول نوع ده، تيجي تبص عليه دي، ده الشك، ده الشكل التي اس اللي هو الرفيع ده، شكل التي اس. طب تعالى اوصفه، شكله ايه؟ فلات سيل، خلايا رفيعة جدا. ماشي، طب ايه تاني؟ اقول لك هتلاقي النيوكليوز في ان سنتر، شكل النيوكليو في نيوكليوز في السنتر، وهتلاقي عامل شكل السكوير، المربع او المستطيل. تمام، اللهم صل على. تيجي تبص عليها من السكواماس، اللي هي السكواماس بقى، تبص عليها من التوب فيو، وخد معلومة من التوب في مرحلة، في جزء، في جزئية بتاعت التوب فيو من فوق كده يعني. ما تيجي تبص عليها من فوق هتلاقي ان كل الخلايا الابسيليه، الانواع، انواع الابسيليال تيشو، بس كان سكواماس، كولامينر، كيوبيدال، مش هتعرف تفرق بينهم لما تبص عليهم من التوب فيو اللي هو المنظر اللي فوق ده. كلهم بص، دي شبه دي، شبه دي من فوق. تمام، ده بالنسبة للمنظر اللي هو التوب فيو. هتلاقي ان هو مكون يعني يعتبر قرن مستطيل فوق، وفي خلايا مركزية اللي هي نيوكليس، سنتر نيوكلي. تمام، طب تاني نوع الكيوبيدال، تاني نوع اللي هو الكيوبيدال. الكيوبيدال هتلاقي عبارة عن، هتلاقي في شكل شيب كيوب، يعني اللي هتلاقي شكل مكعب اهو، شكل المكعبات، وشبه قطعة الصابون كده. وهتلاقي كمان ان هو في نواة واحدة، هتلاقي تقدر تقول عليه ان هو سيلميت، في نواة واحدة، وهتلاقي النواة دي فين؟ في السنتر. تمام، ده الشكل اللي هو تي اس. طب لما تيجي تبص عليه من التوب فيو هتلاقيه شبه الاسكواماس ابيسيليوم. طب الكولامينر، الكولامينر بقى هنا ده هتلاقيه شبه يعني حاجة كده مطاولة، ليه شكل مطاول كده. تمام، طب وفيه برضه سيلميت، بس خد بالك هنا بقى ان السيلميت هنا يعني مكون من يعني واحد كده، واحد خلية يعني، في نواة واحدة ويتكون من خلية واحدة قصدي. بيقولك ان في النيوكليوس، النيوكليوس بتاعته موجودة في البيزمنت ميمبرين، مش احنا قلنا الجزئية اللي تحت، البيزمنت ريجون، مش احنا قلنا الجزئية اللي تحت دي، اللي هنا دي كده تحت دي، مش اللي فوق، اللي تحت، البيزمنت، اسمها بيزمنت ريجون. هو بقى بيقولك ان النيوكليوس دي بتوجد في منطقة البيزمنت ريجون. تمام، وبيقولك النواة بتاعته بتشبه ال شكلها شكل بيضاوي اللي هو اوفال، لان انت برضو احنا فاكرين ان احنا واخدين في السل في السيتولوجي ان النواة بتشكل على شكل الخلية، يعني الخلية مثلا شكلها مربع، هتلاقي النواة مربع شكلها شبه المربع، بيض يعني، الخلية بيضاء، الخلية نفسها مستطيلة، ممكن تلاقي النواة أطول شوية لأن المستطيل بيبقى أطول. هنا الخلية شكلها مطول، فبدل ما كانت النواة مدورة بدأت تطول هي كمان، فبقت شبه لها شكل بيضاوي اللي هو الأوفل. تمام، طب لما تيجي تبص على التوب فيو هتلاقيهم كلهم شبه بعض، دي زي دي زي دي، يا دوبك عبارة من التوب فيو عبارة عن سكوير أو مستطيل شبه بعض، وفيه تلاقي فيه خلايا. طب ماشي، تيجي بقى عند آخر وفي سلايتد. الحمد لله، ان هو سلايتد هتلاقي هو الحمد لله فين، ان هو سلايتد هتلاقي هو لكن هتلاقي عليه اهداب من فوق كده، الاهداب دي اسمها سيليا، فعشان كده سميناه سلايتد كلامينر. تمام، طب ماشي، تعالى عند البيسود ستراتيفايد. البيسود ستراتيفايد ده بقى مكون من نوعين من الخلايا، في تو كايند سيلز. طب ايه هما؟ واحده اللي هي المطوله دي، الطويله دي، واحده تانية اللي هي جنبها، اللي هي الصغنونه جنبها اللي مزنوقه بين الاتنين دي. طب تمام،
يقول لك ان المطاوله دي اللي هي الطويله دي بتكون يعني جزء منها عند السطح اللي هو السيرفيس اوتر سيرفيس، وبتكون عندها النواه قريبه من الابيكال ريجون. يعني بص، مش احنا قلنا اللي تحت دي اسمها، اللي تحت اسمها بيزمنت ميمبرين، بيزمنت ريجون، واللي فوق اسمها ابيكال ريجون. هنا بقى النيوكلياي في الخليه دي قريبه من الابيكال ريجون، تمام، والجنبها وفي جنبها خلية تانية بتبقى بتوين تو سيل، بتوين تو لارج سيل اللي هي الخليتين الكبار دول. يعني دي خلية كبيرة ودي خلية كبيرة، بينهم خلية صغيرة اللي هي بتكون بينهم دي. عشان كده اصلا دي سموها طبقية كثيفة، اللي هي البيسل ستراتيفايد، طبقية استراتيفية يعني طبقية. احنا هناخد اصلا بعد كده انواع اللي هي الكومباوند اللي هي الطبقية، تمام. البيسد استراتيفاي سموها طبقية كثيفة لان هي فيها خليتين، هي المفروض ان هي تكون فيها خلية، الانواع دي المفروض تكون فيها خلية واحدة سيل ميت، لكن دي فيها خليتين بس بشكل كاذب. عارف لو الخلية اللي هي بينهم دي طلعت لحد ال اسمها ايه دي الفوق المنطقة البيزمنت ميمبرين ولمست البيزمنت بول اللي هو القطب الابيكال، قصدي بيزمنت الابيكال بول، ودلت لحد الابيكال ريجون، يبقى ساعتها هتلاقي ان البتاع دي البق دي ساعتها هتلاقي مكونة من خليتين. بس هنا دي طبقية كاذبة لان هتلاقي كأن شبه الخليتين، تحس ان تبص عليها كده تحس انها شبه مكونة من طبقتين وفيها خليتين مختلفين، لا لكن هي تعتبر خلية كاذبة لأنها مش مكونة من خليتين، هي تعتبر من خلية واحدة بس تحسهم هما فوق بعض كده، تمام. وبيقول لك إن الخلية اللي هي السلميت اللي هي اللي بين بين اللارج اللي هي سمول سيل اللي بين البتوين لارج سيل دي مش بتصل دونت ريتش للابيكال ريجون. يعني بص اهي ما وصلتش المنطقه اللي فوق، تمام. ماشي، ناخد بعد كده بقى الستراتيفايد سلايتد ستراتيفايد ابيسيلي، دي بقى الانواع اللي هي الكومباوند. طب ماشي، الانواع اللي هي الكومباوند اللي هي ستراتيفايد ابيسيليا دي ايه نظامها؟ بيقول لك ان هي دي بتتكون من كذا طبقه فوق بعض، طبقه فوق طبقه فوق طبقه. يعني شايف الانواع اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، لسه واخدينها دلوقتي اللي فاتت دي، لا بتتكون بقى اكتر من واحده فوق بعض زي دول، لكن احنا بناخد الاسم على حسب المسمى اللي هي عند الاوتر سيرفيس اللي فوق، تمام. يعني مثلا هنا في الاستراتيفايد سكوامس ده اول نوع، او الخلايا اللي تحت دي اسمها كولامينار سيرفيس، وبعدها اللي فوق اللي هي شبه المكعبات دي اسمها بولي بويدال، وبعد كده اللي فوق هنا اللي اسمها سكواماس سيل، لا اللي تحت اسمها كولامينار سيل، وبعد كده بولي بويدال، وبعد كده سكواماس سيل. طب احنا سميناه ايه؟ استراتيفايد سكوامس، عشان اللي فوق اللي عند السطح اسمها سكوامس سيل بس. طب تاني نوع اللي هو استراتيفايد كيوبيدال، الاستراتيفايد كيوبيدال ده بقى بيتكون من ايه؟ برضه كذا طبقة. يعني مثلا اول طبقة مثلا هتلاقي عندك كيوبيدال سيل اللي تحت هنا اللي هي دي شبه المكعبات، فوقيها في النص هنا، بس هي مش واضحة هنا في الرسمة دي، المفروض هنا في النص هنا كده في بولي بويدال سيل، بعض الخلايا كل البولي بويدال اللي ملها البولي بويدال دي خلايا ملهاش شكل منتظم، تمام. وبعد كده عند السطح برضو في كيوبيدال سيل، عشان كده سميناه ايه؟ استراتيفايد كيوبيدال، تمام. كذلك هنا برضو واضح كده، كذلك هنا برضه في الخلايا الكولامينر في كذا اكتر من طبقات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، وهتلاقي عند السطح عندك كولامينر استراتيف كولامينر سيل، فسميناه استراتيفايد كولامينر. لكن
في بقى الكولومينر ده فيه كمان عليه سيليا، في اللي بيبقى عليه سيليا من فوق، فعشان كده بنسميه سلايتد ستراتيفايد كولومينر. لو لقيت عليه سيليا يبقى اسمه سلايتد ستراتيفايد كولومينر. وفي اخر نوع ده بقى، واخر نوع ده عليه ملحوظة اللي هو اسمه ايه، اللي هو ترانزيشنال، ترانزيشنال او اللي هو تحت ترانزيشنال ابسيليا، بس هو اسمه مش مكتوب فوق مش عارف ليه. المهم الترانزيشنال ابسيليا ده بيكون موجود فين؟ في اليونري برادر. بتكون ليه حاجت، ليه اسمه ده حاجتين يعني شكلين، في نوع اللي هو الاستريتش، وفي مش نوع، شكل، وفي شكل اللي هو الريكس. الريكس ده مثلا لما وليكن مثلا نقول ان هو في اليونري برادر، في اليونري برادر اللي عندك مثلا البوليه مثلا، عندك في كمية بول جديدة كتيرة جدا مثلا متخزنة فيها، فانت كده مش ريلاكس، مش ريلاكسي خالص، ده مثلا هتتفجر. فده كده في النوع، في الشكل الاستريتش، هتلاقي في الشكل ده بدأ يضغط 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 عشان يحاول ان هو يعبس، يعني بيضغط على نفسه علشان يفضي مساحة يقدر يخزن فيها. طب بعد ما انت الحمد لله استريحت، هتلاقي بقى بيبدأ يرجع تاني للشكل الريلاكس بتاعه. طب وليكن انت عمال ما شاء الله تهمل تهمل، ما دخلتش وفي حد في الحمام جوه، ده ممكن يأثر على التيشو بتاعك، ممكن أنسجة تتلف بسبب ان انت ما شاء الله معبي ومش راضي تفضي. الاسترتشد ما شاء الله عمال تعمل استرتش 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 لحد ما النسيج نفسه خلاص مش مستحمل، انت نفسك اصلا مش مستحمل. تمام، فده ليه شكلين. تمام، والجدول ده بقى في بيقولك اللوكيشن بتاع كل خلية من دول، وبيقولك ان اللي اسمه ده الفانكشن بتاعها. تمام، في بس من الملحوظة كنت عايز اقولها على الترانزيشنال، هي مش مكتوبة هنا، الترانزيشنال اللي هي فيها الريلاكس والسيتش ده، الترانزيشنال دي بيقول لك ان الماتريكس بتاعتها، يعني الماتريكس في كله، في كل انواع اللي فاتت الماتريكس بتكون قليلة، لكن في ستريتش بقى بتكون ماتريكس كتير. تمام، دي بس بقى ملحوظة عشان بس تبقوا عارفينها، عشان الدكتور برضو قالها في المحاضرة. تمام، ندخل بقى على النوع اللي بعده الجدول اللي بعده ده، اقراه مع بعض كده. بيقول لك السيمبل سكواموس، السيمبل سكواموس ابيثيليوم بيوجد فين؟ بيقول لك ان السيمبل سكواموس ابيثيليوم ده بيوجد في الاير سيس of lungs and the lining of heart, blood vessels and lymphoid vessels. يعني بيقولك ال air cells face lungs دي اللي هي الحويصلات الهوائية للرئتين، lungs يعني الرئتين، air cells يعني الحويصلات الهوائية، وبيوجد في ال lining of the heart يعني بطانة القلب، البطانة بتاعة القلب. طب هنا البطانة بتاعة القلب ده دي هنا نقدر نقول ان هو متكون من الايه، من الميزوديرم، لان احنا قلنا ميزو بيغطي، ميزو يعني غطاء او حاجه زي كده يعني. فهنا اتكون من هنا الابسيليوم تيشو ده من طبقه الميزو ديرم، عشان لو جيت مثلا في الامتحان مثلا بيسالك سؤال زي ده ماشي. وفي البلات فيزل واللمفويد فيزل اللي هي خلايا الدم والخلايا الليمفاويه. طب الفانكشن، وظيفة بقى الإبسيليال تيشو، السكواموس إبسيليال تيشو، بيقولك إن هو بيسمح للخلايا إن هي تمر عن طريق الديفيجن، الامتصاص والفيرتلايزيشن، تقدر إن هي تعمل لها عملية ترشيح. الخلايا لما تيجي اسمه ده الماتيريال لما تيجي تعدي عن طريق النسيج ده بيعملها عملية ترشيح. تمام، علشان كده انت هتلاقيه موجود في برضه في الحويصلات الهوائية في الرئتين، عشان مش اي حاجة تخش كده. ماشي، وبيقولك هو بيعمل لها secrete lubricating substance
وهنا بيفرز عليها مادة شحمية كده شبه الشحم، مادة غليظة شوية. ندخل بعد كده بقى، بيقول لك السيمبل كيوبيدال ايبيثيليوم اللي هو شبه المكعبات اللي قلنا شبه الصابون كده. بيقول لك انداكت اند سيكريتوري بروتينز اوف سمول جلاندز، يعني بيقول لك ان هو بيوجد فيه البروتينات الصغيرة في السمول جلاندز اللي هي الغدد الصغيرة، يعني تلاقي في البروتينات الافرازية قصدي اللي في الغدد الصغيرة، وبيوجد برضو في الكيدناي اللي هي الكلية تيوبلز اللي هي الانابيب بتاعة الكلية، الانابيب بتاعة الكلية بتاعتك هتلاقي فيها النوع ده، وكذلك برضو السمول جلاندز secrete and absorbs. بيقولك ان هو بيفرز ويمتص. انا بقول ان الجدول ده على اصل لو قرأت هاخد هيطول وقت الفيديو، والفيديو قرب يطول اكتر. هو كده كده مفهوش حاجة سهل يعني، انا بس هقول الفانكشن على طول، لان كده كده اصلا ان اللوكيشن انت طبعا عايز تعرف بس مكانه فين، فانا اقول الفانكشن على طول تمام عشان بس الوقت فيديو ميطولش اكتر من كده عشان يبقى سهل عليكم. بس الكولامينر ايباسيليا بتوجد فين، وظيفتها ايه قصدي، بيقولك ان هي absorb it's also secrete mucus and enzymes، يعني هو بيفرز المخاط والانزيمات، يعني بيمتص وبيفرز المخاط. هو غالبا اصلا اللي بيصير التيشو كلها هتلاقي لها وظيفة زي دي، ان هي تفرز وتمتص وبس. هي يعني انت بس من فوق اللي فوقيها كانت secrete and absorb اللي هي الخلايا الكيوبيدال تمام، واللي فوقيها كانت بتعمل عملية فرتلايزيشن، واللي تحتها اللي هي الكولومينر بتعمل عملية ابزورب وبرضو بتعمل سكريت زي اللي فوقيها اللي هي الكيوبيدال. بس هنا بس بيحدد لك هو بيفرز ايه، بيقول لك انه بيفرز ميوكوس اند انزيمز، يعني مخاط وانزيمات. طب اللي تحتها اللي هي بيسود الكولومينر، بص برضو سكريت ميوكوس بيفرز المخاط وسلايد التيشو موف موكس بي. بس الحاجه اللي يعني فرقت ان هو عشان مش في البي البيسيد ستراتيفاي بيسيد كولامينر ستراتيفاي بسيليوم ده في نوع منه اللي هو سلايتد، فهو بيقول لك ان السلايتد دي بتقدر تحرك لك الاهداب، اللي هي السلايتد دي يعني الاهداب شعيرات كده، بيقول لك ان الشعيرات دي تقدر تحرك لك الخلايا بتاع ده البتاع ده، تقدر تحرك المخاط بتاعك ده، زي مثلا لما كانت بتعمل في قناة فالو في السنين اللي فاتت، لو في سنة تالتة كانت فيها أهداب كده بتقعد تحرك البويضة عشان توصلها لحد الرحم تمام. حتى انت لو تلاحظ برضو بيقولك ان سلايت التيشو لاينز ذا تراكيا، يعني بيقولك ان في نوع في القصبة الهوائية، عشان انت عندك في القصبة الهوائية مش بيبقى فيه مخاط، في مخاط اللي هو يعني مش عايز اوصف اللي هو بيطلع انت بتطلعه بقى من بقك لما عشان بس ما نبقاش حاسه مقرفه، اللي هو المخاط ده بيطلع ايه، عن طريق الاهداب، بيتحرك عن طريق الاهداب بتقعد تعمله كده بتطلعه تزقه 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 كده لحد ما تطلعه. ده بالنسبه للبيسيبت تمام. الاستراتيفايد سكواموس ابيثيليا وظيفتها بروتكت اجينست ابزورشن، يعني بيقول لك ان هي بتحمي ضد الابزورشن اللي هي الترسيب تمام. ابزورشن هي ابزورشن يعني ترسيب، لا مش الترسيب، لا التاكل. بيقولك ان هي بتحميها ضد التاكل. وبتوجد فين، بيقولك ان هي بتوجد في المريء والماوس والفاجانا، دي يعني المهبل عشان لو حد بس مش عارفها ما يدورش عليها كتير. الاستراتيفايد كيوبيدال ايبيثيليوم بيقولك ان هي بتحمي التيشو، وعشان كده هتلاقيها برضه في السويت جلاند. سويت جلاند يعني في الغدد اللي هي يعني الضايق، مش اللي هي مش الغدد اللي هي مدعمة بشكل قوي فاهم، وغدد مهمة برضو. وفي يقولك في السليفري جلاند اللي هي الغدد العرقية، وفي الماميري جلاند اللي هي الغدد الثدييه.
بيقول لك في الكولامن الابيسيلي الاستراتيفايد كولامن الابيسيليم بيقول لك ان وظيفته سكريت اند بروتكت. طب الترانزيشن الابيسيليم وظيفته ان هو بيسمح للرينال برادر اكسبيند ستريتش. اه بص دي بقى دي اللي احنا قلناها فوق اللي هو ايه اللي هو ترانزيشنال في اليورين برادر اللي انت معبي بول هتلاقي في عملية ستريتش. طب خلصت فضيت التانك ترجع للريلاكس تاني تمام. فهو بيقول لك هنا بقى ايه وظيفة ان هي النسيج ده ان هو بيسمح لليون برادر اللي هي اليون الاوجن او اللي تقدر تقول اليون برادر ان هي تو اكسبند اند ستريتش تقعد تروح وترجع تروح وترجع تمام. احنا قلنا في الفيديو ده على كده ونكمل الجزئية بقية اللي هم ادي صفحة 2 3 4 مواضيع دول هنكلمهم هنكملهم في فيديو تاني احسن.